فلما رجعت هلا من هيك رجعت سليمان تما يخربته بين نايا وناي سليمان، انه ايه اذا نايا وناي بغلط اسمي كثير لانه هو اسمي الحقيقي، وبدا يحفظوا لي هويتي انا، يعني اكثر محل بكون عم غني بفكروا يي انه نايس نعمة ولا نايس ليمان انه مش نايا، فهلا بلشوا يحفظوني. هلا غنيت عراق نايا يلي بترقص ونايا يلي بعد ما رقصت انت رح ترقصي كنت عم برقص الكليب بالكليب هلا عم بتطلع بفستانك مع الكوسام وهيك شو ظابط الوضع بقى كثير ممنوع تفلي من عندنا قلت لهم للشباب قلت لهم بليز ما بدي فل قبل ما اخذ صوره لانه كثير حبيتك على الكوتش كثير انه اثرتي صوره ونزلنا دغري على تويتر بس مش هون بالكنبه لازم ننزل على تويتر هون وعلى فيسبوك كمان بعيون بيروت حينزل ثلاثتنا سوا واكيد المشاهدين هلا مبسوطين فيكي فعم نقول لهم المجال مفتوح اذا بدكم تحكوا مع نايا سليمان مباشره على الهواء وتجاوبوا على سؤالنا اليوم يلي متعلق بالدموع، قد ايه انت من الاشخاص اول شيء يلي بيبكوا؟ هلا انا اكثر شيء معروفه خاصه صحفيا على طول بيقولوا المشرقه وابتسامتها، عم بحب هيدا العباره بيستعملوها انا انسان كثير هيك متفائل وبحب على طول يعني ابتسامه always keep smiling بس اكيد لا شك انه بتوصل مراحل كثير بتكون ضعيفه فيها بحاجه انك تبكي بحس اصلا الدمعه اذا ما دمعتي ما بتحس بقيمه الفرحه فايه بدمع كثير بس لحالي بالاشخاص يعني قد ايه ممكن دمعه صادقه لطفل اوقات بفيلم يعني اذا ما كثير نعيشها بامور بالحياه قد تتأثري وممكن تدمعي على شيء عم بتشوفيه هلا صراحه اللي عم بيصير عندنا بالوضع العربي اكبر من كثير من انه نحضر فيلم امريكي كل الوقت عم نبكي يعني لدرجه انه انا لغيت الاخبار عندي بالبيت ما بقدر اتحمل لان صرت انه عن جد بعمل يعني بتعملي ديبرشن من ورا كل يوم اطفال عم تموت كل يوم يعني كيف بدك تغني بقول بعد منيح نترك مساحه مغنى شوي العالم ممكن تنفس بمحل من المحلات نتحدى يعني. يمكن لان اذا كان بدهم انه نموت على الاخر بنحس انه هالمواهب وهالناس وهالاصدارات الفنيه بتتحدى كل شيء صعب انه بدنا نعيش انه بدنا امل شوي تقولي خلينا نغير جو لهالعالم نطفي لكل النهار او عم تطلع سياسه بالجريده او بالتلفزيون او قتل وكذا انه خلينا صح نحن بنصير نجرب نغير جو يعني حتى الاشخاص يعني هلا الحديث هيك بجر بعده حتى الاشخاص اذا كانوا هيك على طول حزينين على طول في تهم مثل ما بنقول بنصير نبعد عنهم بننبش على اشخاص بيضحكوا بغيروا جو على الاشخاص لانه مين ما كان عنده هم مين ما عنده هم يعني مين ما عنده مشكلة كل واحد همه بطريقة معينة فبتقولي انه يمكن هيدا الفن هو المنفس الوحيد انه نغني نسمع العالم خليها تنبسط لو شوي ابو قليبي ابو قليبي وبينبسطوا بكثره يعني هول الاشخاص الايجابيين بنفتش عليهم خصوصي لما يكونوا ضيوفنا لان كمان ما بنحب الضيف يكون سلبي بينقلنا ذبذبات سلبيه نحن بدنا ننقل ذبذبات ايجابيه اذا تمت عمليه النقل فمشان هيك ابو قليبي هلا رح يحل المساله ولماذا ابو قليبي ولماذا بالعراقي على العراقي لا لك شو هلا انا رجعت باغنيه لبنانيه بانت قمري وعملت رجعت ديو كمان لبناني فهلا حبيت اتوجه لان عن جد عندي جمهور صحيح يمكن ما راح اقول انه جمهوري 50 ما بعرف مليون قد ايه يعني بس انه في بس انه في عندي جمهور انه بحبني فكثير عندي عراقيه او خليجيه طلبوا انه بليز بدنا اغنيه تعبت انه انا الى تليفوني عم برن حذرنا لوحدنا الموبايل لا لا تليفونك حطيه سايلنت معقول انا جرت ما بالك بالك عم تتصوري جرت بس لانه على الهوا مش سامعينه مشان هيك سكتنا نحن بس يلا خلينا نكون صريحين فحبيت انه غني لان ما حدا غنى كفنانين يعني بنات أغنية عراقية بعتقد يمكن فنانة غنت أغنية عراقية قصدي غير عراقية يعني غير شذا حسنون وغير من برات العراق صح 100% فحبيت أنه أتوجه لجمهور العراقي بأغنية عراقية على أساس أنه أنا أتقن اللهجة العراقية لأن كان عندي مشاركات بحفلات أعراس لعائلات عراقية فتعرفنا على الشاعر ضياء الميالي والملحن نواس أموري وأخذنا منه أغنية أبو قليبي وسجلناها يعني بين العراق ولبنان والحمد لله بعد ما اطلقتها بالامارات كانت عندي حفلات بدبي فاطلقت الاغنيه هونيك انا تفاجأت على اربيل هلا بعد انه بعد الكليب مفروض انه ان شاء الله يكون عندنا حفلات هونيك لان هالقد اصلا ما كنت بتوقع انه تنجح صراحه الاغنيه هيك احتلت المراتب الاولى بالاذاعات بفتره اسبوع يعني بنحكي على صعيد كل الخليج والسعوديه
فجيت على لبنان انها تنصورها. شفتي ذبذبات ايجابيه ما احلاها. عندي جنه هلا بعرف انه ما تعديني بالقريب بس بعدي عنكم بعرف انه لا نحن مبعدين كفايه هون مع انه بنحب نقرب صوبك اكثر ناي بالقلب. وعيت اليوم الصبح كتير. حسيتي حالك متضايقه بس قلتي لا نحن اخذين موعد ولازم نلتزم مع مشاهدينا بعيون بيروت واطلع. بس ما بيمنع انك تبلشينا شوي بابو قلابي ومنروح كمان بعدين نسمع. اوكي وسلامه قلابك. يا قلابي. ابو قلابي حياتي عمري ما حبوبي غبت عني ولقيت عطرك بثوبي تعال وعود يا الغالي ارجع لانشغل بالي احبك اريدك دربك يا حبيب امشي وانت بعيد عن دربي ابو قلبي ابو قلبي حياتي عمري ما حبوبي غبت عني ولقيت عطرك بثوبي حتى ما يقولوا انه منا مقربه بس مبين بصوتي انه مقربه المهم كسرت يعني القاعده بنقول مقربه ومنغني سوري يعني بعتذر انه اكيد في شويه غلط هيك كنا سمعنا كيف مع قريب وبلا قريب عشان الكليب جاهز نسمعك بلا قريب يا بلا قريب لايف
يعني اللي بيسمعك بالغنية بيقول عراقية، ما بفكر ابدا انه بنت لبنانية عم بتغني. اي مزبوط. هلا انا هيدا الكومنت سمعته من ناس عراقية، يعني الفانز عراقية قالوا يي مش معقول، شوي طيب اللهجة انه كثير. فبنبسط انه الحمد لله توفقت باداء الاغنية، ولما اجى عم بحط اخذ تيك صوت يعني توقع الملحن انه مغني انت قمري وكثير ناعمه وهيك تغني لنا ابو قلابي. ايوه قلابي تطلع مزبوط، يعني بتطلع مزبوطه منك قلابي، يعني حتى نحن معنا ما عم تطلع هيك، وكملت بالانتاج انه الشركه عراقيه. صح. فقالوا اكيد انت عراقيه. ما هو لما الشركه سمعت الاغنيه انه نجحت كثير اوديو فحبوا انه يصوروها، وشركة تناجي الشمري القيثارة، وكان الإنتاج مشترك بيني وبينه للفيديو كليب، وعم ينعرض حاليا على شاشات التلفزيون وبعده نازل يعني طازة طازة. يعني أجى 10 أيام الكليب، فأكيد متوقعين له نجاح أكثر وأكثر. عادل من تورونتو أكيد بده يشاركنا جلستنا، كيفك يا عادل؟ أكيد الحمد لله. كيف صرت اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، احسن بكثير الحمد لله. عديت لناي ما سمع ما سمع، لأناي كمان عندها غريب، فقلنا هيئتك انت عديتها ونقلت العدوى من بلد لبلد. الف سلامة عليها. ممكن نقعد عبر القارات هي من كندا لبنان دايركت، يعني تبقى حلوه. طبعا تحياتي ليكم طبعا فولي ورحنا على ريتا وليلان. طبعا تحياتي الفنانه ناي، وعلى فكره فعلا يعني ظلتها مهضومه جدا جدا جدا، وان شاء الله اتمنى لها مزيد من النجاح والانتشار كمان. مرسي. يعني انتشار اكتر ان شاء الله ونجاح اكتر، ونشوفك تملي كده ان شاء الله منوره الاوربت ومنوره عيون بيروت بالاخص، يعني زي ما بنقول. وشكرا ليكي وشكرا لكم يا جماعه. انا بس عايز كمان اهدي الاغنيه اللي جايه من الفنانه ناي اللي طبعا العمده جروب ابو شادن ولكل المجموعه. اما بقول العمده جروب والله انا ابو شادن ما سمعت صوته اليوم، هو اتصل بفقره لليوم، بس انا شخصيا ما سمعت صوته، بس ما رح اقول اكثر من هيك. هلا بيتصل ما رح احكي اكثر من هيك، ناطر على الخط خلص. مش معقول مش معقول، انا يا ريت يعني لو طلبنا شيء 10 مليون دولار بس هو اغلى مليون باوند. وباسم ابو شادن وباسمي، باسم ابو شادن وباسمي بنطلب من عبد الوهاب انه يطلع هوا بقى، يعني باسم العمده جروب عايزين عبد الوهاب على الهوا. عادل بس قبل ما هيك تسكر معنا، شو رايك بدموع، بتصدق هيك دموع المراه بشكل عام؟ والله هي المراه فعلا زي ما قالوا ان دموع المراه هي الصحه، ودي حقيقه. يعني اي فتاه ولا اي حاجه لو حتى عامله فيكي ايه، عامله في الراجل يعني بالمعنى الاصح، لو عامله في الراجل ايه وبكت او عملت دموعها بتخلي بيطلع هو الغلطان في الاخر. لو عينيه سودا قصدك يعني. ايوه اوكي اوكي يا عادل. بس انا اللي جرحني قوي عيون الناس الكبار، يعني اجدادنا وكده، لو شفت مثلا الناس الكبار بيبكوا دي صحيح في قلبي، او الناس الكبار في عمر الاجداد كده. تحياتي لكم ولاستاذتي المخرجه مع عماش. اوكي وصلت كل التحيات، ونحن كمان بنطالب انه عبد الوهاب يحكينا لنطمن عنه اكثر. ابو شادن معنا على الخط. الو. ايوه الو ابو شادن. ابو شادن يتكلم بشكل رسمي.